تكلمنا على الناس اللي ضد انعقاد الجمعية العامة الاستثنائية رفيق واحد، واليوم شفنا بيان، ربما بيان شديد اللهجة لوزارة الشباب والرياضة في اتجاه الاتحاد الجزائري لكرة القدم. البيان موجود عندي موح وصرت عندك، ولكن أقول لك اللي يكونوا ضد الجمعية العامة الاستثنائية ليس من حيث الشك، من حق القدس لافاف دير الجمعية العامة الاستثنائية، ولكن سكو جو كونتيست انه لافاف تهربت من المسؤوليه، لان الماده 82 تمد لها حق انها تيجي وتترونشي دون لي كاد دو فورس ماجور. اليوم كي تحط الجمعيه العامه تخسر الوقت وتعاود تولي تاخذ ديسيزيون ماهيش طبيعيه. الامر هذا ماشي طبيعي. في النهايه تكلم البريزون فيدراسيون في الراديو قال لك قلنا للفيفا استشاره، كاين هنا شويه ضبابيه، لانه الفيفا عمرها ما تعطي لك يعني الضوء الاخضر على حاجه بعد السند القانوني. هو انا نظن انه لما عاود عده مرات انه عندنا الضوء الاخضر من عند الاتحاد الدولي لكره القدم، هي رساله لا هي رساله للام جي اس. هو اليوم راهي حرب معلنه بين الام جي اس ولا فيدراسيون، تخوف للسلطه العموميه بالفيفا، وهذا شيء غير مقبول بالنسبه لي. ولكن حبذا اليوم يقولنا البريزون فيدرال اسكو لا فيفا عطات له الضوء الاخضر باش يدير اسومبلي جينيرال بار كوريسبوندونس، لانها ممنوعه بار كوريسبوندونس. الجمعيه العامه فيها الكوروم، كاش تكونسرت في الكوروم. هل قال لهم، هل يعني كاين نيونس هنا، هل قال لهم نستشير اعضاء الجمعيه العامه ومن بعد ناخذ لا ديسيزيون او نيفو دو بيرو فيدرال على حساب الماده 82 اللي تعطيه الحق؟ يقدر يقول له ايه، الفيفا هي ديمقراطيه، استشير واش حبيت، ولكن ما ديرش استشاره لانها جمعيه عامه. انا هذا رايي، ممكن نكون غلط، ولكن انا لا اعتقد انه لا فيفا اليوم سمحت لا فيداسيون دو فوتبول دير جمعيه عامه عن طريق لا الكوريسبوندونس. هذا الشيء غير معقول. واخا بيزاتش يقول لك عندنا الضوء، هو يقول انا نقول لك انا عندي غير طبيعي. شو اسمه لا ريكسون تاع الام جي اس اللي اليوم نتوقف عن زوج نقاط اللي حيروني. بون، هي لا ريبونس تاع الام جي اس تاع الملا. هو البيان، لقد تقدمت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بطلب ترخيص عقد جمعية عامة عادية في دورة استثنائية كما لا فوباسي. يعتبر هذا اختراع قانوني وارتجال بارونتيز مراوغة. هذا بين الوزارة. ثم يواصل يعني بين الوزارة واش يقولوا، إذا كان القصد من هذا الطلب هو عقد جمعية عامة عادية، فإن القانون الأساسي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم يحدد بدقة شروط وكيفية انعقادها. إذا كان القصد من هذا الطلب عقد جمعية عامة استثنائية، فإن المادة 29 الفقرة 6 من القانون الأساسي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم يحدد بدقة اختصاصها في ثلاث حالات دون سواها على سبيل الحصر: تغيير مقال الفاف، تعديل النظام الأساسي، وحل الفاف. هذه زعما لاجيكس على حسب القانون الأساسي من منظور الوزارة. ثم يواصل البيان يقول، وإذا كان الغرض من هذا الطلب هو تنظيم استشارة واسعة مع جميع الفاعلين في عائلة كرة القدم، فإن هذه الاستشارة ممكنة دون الإخلال بالقانون الأساسي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم. وتذكر وزارة الشباب والرياضة ببيانها الصادر في 9 جويلية 2020 والذي يقضي بعدم الترخيص باستئناف المنافسات الرياضية في الوقت الراهن بناء على توصيات اللجنة العلمية لمتابعة ورصد وباء كوفيد-19 التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. انتهى بيان وزارة الشباب والرياضة. نعم. لو سمحت أنا